This is a flower. خلص الدرس اليوم، بكره رح ناخذ معاني الكلمات. يلا قوم جهز الحنطور مشان تاخذني مشوار. لوين؟ ما بعرف. المهم انه نطلع برات البيت، لبين ما تجهز الحنطور انا بكون غيرت ثيابي. بس لازم خبر الست لورا انه رايحين. مو مشكلة، أنا بخبرها. منير، عمتي لورا عم تضايقك شي؟ لا، بس نبهتني ما أتحرك برات البيت قبل ما أخبرها. عمتي لورا إنسانة طيبة كتير، بس هي هيك بتحب تعطي أوامر. لا تزعل منها. يلا جهز حالك.